يقول السائل: أتيت لأداء عمرة وتركت زوجتي مع أهلي وتركت لهم أموالا، وقلت لزوجتي أخرج منهم زكاة الفطر، هل أخرج الزكاة الآن في مكة حبوب ولو أخرجت هي في البلد دراهم؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، إذا كان يخرج في البلد دراهم ولا يخرج الطعام في بلدكم فأخرج هنا عنك وعنهم طعاما كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم.